رغم الحراك الدولي الساعي لإنهاء الحرب وإهلال السلام في المنطقة، إلا أن ميليشيات الحوثي ترفض الانصياع لهذه اللغة وتحاول جاهدة نشر لغة العنف والدم والموت. آخر انتهاكاتها بحق المدنيين استهداف عيادة طبية ريفية في منطقة حجر الضالع بمقذوف طائرة مسيرة حوثية، وأدى القصف إلى سقوط عدد من الضحايا من المدنيين، حيث أصيب مواطن بإصابات خطيرة بشظايا في الرأس ومختلف أنحاء جسده، وتم نقله إلى مشافي العاصمة عدن. كما أدى القصف أيضا إلى تدمير سيارة مدنية تابعة لأحد المواطنين كانت تقف بجوار المبنى، كما أحدث أضرارا كبيرة في المبنى ومحتوياته من المعدات الطبية والأجهزة الخاصة. ندين ونستنكر هذا العمل الإجرامي، ولا يوجد لدينا ثقنة عسكرية كما تروج لها ميليشيات الحوثي الإجرامية. وهذه الصور أمامكم، نحن هنا نقدم خدماتنا لأبنائنا المواطنين الأطفال، ولا يوجد لدينا أي ثقنة عسكرية. المجلس الانتقالي بدوره وعبر متحدثه الرسمي علي الكثيري أدان هذه العملية الإرهابية، معبرا عن استنكار هذا التمادي الإرهابي الحوثي، مؤكدا في الوقت ذاته بتمادي الميليشيات الإرهابية الحوثية في شن هجماتها ضد المدنيين في الضالع وشبوة ويافع ولحج وأبين، ما يعكس الطبيعة العدوانية الإرهابية لهذه الميليشيات.